تخترعوا ابي عم مسحه من الغبره وهيك ورتبه ما جربنا امبارح شلون جربه صباح الخيرات والليرات صباح النور يا تقبرني جربي حطي لشوف خلينا نمسح مزبوط بعدين بنشغله يلا هذا اموره تمام بس بحس بده تقوي بس ما راح قويه مشان الاولاد هاد منخليه مثل ما هو هذا مقوى وخالص بدنا نختار يا هذا نطلعه لفوق يا هاد مشان الاولاد انا فكره بهذا عم بنزو بتعذب وبطلع فبيكون عندهم مي عندهم كل شيء هات لانه ميته يعني برودته اخف هذا برودته كتير عالي ها أه؟ انا مفكر فينا بنوطي من هذاك انا بحس هذا بالمطبخ شكله احلى صح صح شايفوا عمينا سمسم عضا يجي شكل مخ ما عندي شكل بدي اشرب مي بعد بدي اطلع لفوق لك ايه بقوي شو بك انا موطيه انت موطيه لك انا اول ما جبناه مشان الاولاد هلا هذا بوطي لهم اياه ونطلعه لفوق مع انه على فكره هذا احسن هذا ايطالي هذا شو ما بعرف شو ماركته نسيت بس هذا ايطالي اي هذا ايطالي مرتب والله صار له عنا سنتين ونص بس ما بعرف شو خرب زبطته الغاز مو حساس غاز لا مو بس غاز عم يقول لي هذا ماكينه يجي خراب داخل عرفتي هو خبر حطي له شوف وصلتوا ما وصلتي لسه خلينا نشوف هو ما كان عم يبرد ولا عم يسخن صح ولا كان تسخين شغال ما كان عم يبرد يلا سهو اذا ما هينا نروح نشتري لهم واحد تبقى اش واحده خلي يكون مشان فوق نحن كمان اقرب علينا يكون فوق الواحد يشرب مي اخي يلا بسم الله هو من الاساس كان يسحب ولا لا ما كان يسحب ما كان يسحب. آه. بس ليش في صوت عم يعمل لي هيك عن جد حتى هاد في صوت بدون ما نكبس هاي عم يكب لا دقيقة شوي يا الله يا ننوي قبل ما تسخن طفي لا عم يكب تمام ما في بده يضل يكب لأنه سحب مي لفوق والله هذا صديق ما يجي شو قلت زين هذا قال لك تشيك وقال لك اساس سوى تشيك ان شاء الله بشكشكو طفي شغلي لشوف بسم الله اوه دايرك العمى دايرك يعني جنب مي بدون ما نكبس الكبسه ومي سخنه كمان احلى حلقه معقوله معلق او شيء اكبس اكبسي لا العمى ما كان صوته هيك شو عمل فيه؟ الله يرضى عينه أخذ مني 180 دولار. أحسن نزيد فلوس نشتري جديد. لا هذا سعره منيح هذا. أيوة. جبناه ب 800. إيه وهذا كمان 700 وشوي. إيه. نياته غالي. لا عم. هذا صديق ما يجي شغل زين ما يجي شغل زين. لا عم جد إنه والله حرام. تعزلنا امبارح جبناه. حرزاني هلا أحطه بالسيارة برجع أروح لعنده. لا بأمانتك الأولاد قلت لحظة وقف شعري ايش بشعرك مين يعطيه العافية على الرز بحليب لمين عم تقولوا يعطيك العافية أنا اللي عملته أنا اللي وقفت طلع لي دوالي في سيقاني أنا اللي وقفت أنا اللي طبخت لك الرز بحليب ربي وتعاب ما بخلص يعطيك العافية قال يسلم إيديك أكلوا رز بحليب قال يعطيه العافية وما قلتي لهم أنت إنه أنا قالت لكم أنا اللي طبخته أنا اللي تعبت وأنا اللي شقيت وأنا اللي نمت نيمتني وما أكلت صحني رايح أقتحمه ما تأكلي همي في زاوية للحلويات وفي زاوية للنقرشات وفي مكان للطبخ بدي أمنك أمان إيش في وراها أنتي بدي أمنك أمان إيه؟ الأولاد يضلوا عندي والله يطلعيهم عد عضين تنزي تلاقيهم عد عضين ليه هيك لفوق تركيلي الكل ما عندي الا هيك لا هذا هذا اهم شيء خذيه عند امك هذا مجرم حرب هذا هذا بوجهه في اجرام طلعوا شلون عم طلع فيني ما بيطمن ما بيريح بتحسوا عم يتوعد لكم والله بحكي مع بابا ايش بدي اكل معي رز بحليب صحني خليكم برا بيجوا من هون شو من هون لا ليش ما عم بيقفل هاد؟ لا عم يضربه وما بيقفل كمان والله ليجوني
ما بيقفل هذا، ليش ما بيقفل؟ ده ما كان في شيء. بطل يقفل. نعم ما عم يصيب النزلة على راسي. لي صحن رز بحليب عم يعملوا خطة بس ديجي من هونيك. هلا هلا بتشوف، هلا بتشوف وينه. اوه مدحوش اخر شيء صحني. شوفوا لي، شوفوا لي هالرز بحليب اشي ما بشبه شيء. لا تتعذب ما راح يفتح، في مفتاح بالجهة الثانية ما بيفتح. يا عيني عليك يا ابو ريتش، يا عيني عليك. اكلوا اكلوا اكلوا، مش بدهم مني. هذا الولد اختصاصه فش وخلع كأنه. يا بسم الله الرحمن الرحيم، الله يخرب بيت عدوك على الرب. شوفي شو بدي افتح. طولوا بالكم بابا، هدوء هدوء، طولوا بالك. ابني مو اكلته لك بابا؟ هذا صحني مو بشاشي، انا مو بتعب مباشره. انا اذا ما اكلته وتغذيت شلون بربيكم؟ شلون لك ابني شلون بربيكم انا؟ لك ابني ليش هيك انتو؟ سنود سنود ايوا اجا سنود، بقوم جوعان انا. ايوا جايبه معلقتها هي وجاي لعندي. شوفي بدي كل استخ. شوف بابا بشو كنت عم افتح الباب بس ما رضي ينفتح، معي ذهب ومعي هذا ما رضي ينفتح فيه. تحاول تفتح الباب لك ابني؟ ايه ما فتح. منين متعلم هاي الحركات لك بابا انك تفتح؟ لا هي شوف شوف هذا، لا لا هذا ما طلعوا جيبه معلقته السيده بالعطاء. طلعوا بابا، بابا لا لا توسخوا معالق وطالع وجلي يا ابني. شوفوا شوفوا هالرز الحلو، بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا لي هالقوام، يعني هذا مو طيب غير هيك. ليش بتصعب علي؟ سنود اشوف هيك سوى جايب معلقته وجاي. تعال شوفوا لي هذا كمان. لا 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 بابا خد. شوفي تفضلوا. ايش رايكم اعطيكم كل واحد صحن وتحلوا علي؟ لا ما بي. ليش حصلا؟ يا ابني هي هيك حسب كل واحد معدته. هاي انا يعني مثلا انا قط 13 واحد منكم، ايش رايكم اعطيكم كل واحد صحن وتفرقوا وتحلوا عني؟ ما كنت اقول شيء، ما بدنا ناكل من هاي حسرات بتكون دلالة اكثر. والله نفسها اقسم بالله من نفس الطنجره. هاي اطيب لك، نزلتوا لي اياها سنه. هاي اطيب لك ابني، نزلت لي سنه. والله هاي اطيب، استغفر والله نفسه، والله ما نحيت بقلبه لحمه. لا بابا هي اطيب، والله نفسه. لا بابا هي اطيب، يشهد الله نفسه وحياتكم نفسه. لا بيكون اطيب باين من شكله. ايه طيبه يو نو. نعم قولي لهم يطلع اوت 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 اوت. اطلعوا انتوا بابا اوت ونحن وسنود بنضل هون. ايه نحن اوت اوت. انا اوت؟ يس. عم بطلع ابوها بالي، عم بطلع بطلع اخواتها، طلعت عم بطلع ابوها. بطلعك بطلعك. ايه؟ طلعوا برا، طلعوا برا. تعالوا هون في السكة، روحوا من هون، روحوا لا. سندود وين؟ جاكارة مالي مطعميكم، علي ما علي لا اكل، بدنا ندعي على الظالم يا ابني. بدنا ندعي على كل، بدنا ندعي على كلها بالحرام. هي اجيها بالكاسة لهون. تعالوا. كلوا. كلوا وادعوا على اللي ظلمكم. ان شاء الله ما بوجه له الخير. طيب الله لا يوجه له الخير، كل ظالم هو ابن حرام. بسم الله ماشي يا بابا. اصلا اللي بتعمله ماما اطيب. ايه اللي لك، اللي لك ما اطيب. مالي مطعميكم هل الطعمي خلص؟ طيب لا طيب، اللي لك اطيب. تعالوا كلوا. لا انا كنت صبح شكرا، وانا خلص مكرر كمال وجبه. تعالوا كلوا. لا 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 اسلم، نحن بس كنا عم نختبرك. اه
عم تخطب. شفتوا شلون انا كريم؟ شفتوا كريم جننتنا. شو هذا؟ الله هذا طلع معكم جننتنا. ايش يا بابا عميكم خذ الصحن كبرها كبرها مع هيك المعلقة هذا حجمه. ربي وتعب والله ربي وتعب. نعم عند الجيب ده طعميهم بطل وياك شرق. مبسوط طيبة مبسوط مبسوط بابا نسور. ايه صرصور. ما راح يهنوني والله. هاي النوش علمتهم النكد. ما راح يهنوني بدل ما ينقهر والله لو لا ما باكل لقمه. كان لازم اثبت لكم الطريقه. انا ادخل اثبت لكم طريقه الرز الحليب. والله مفكروني بدخلوا لعندي ما بيعرفوا بيغني ما بيعرفوا بيطبخ ما بيعرفوا. ولو مكانك ما كنت اكلت لقمه كنت لا. الله لا يوفق كل ابن حرام وبنت حرام ما بيخافوا الله. يا رب اضيب اضل ضيبه اعصابي وما اتقل العيار اكثر. ايه بابا هيك هيك لازم تطعمينا مو شوفي ما بتطلع كيف. يا اخي تاكل ابوس تاكل ابوس ايدك. لكن عم نختبرك بس بعد ما جننتنا بدك تطعمينا. شايفين الرز بالوسط شايفين الرز بالمعقول اسمه رز بحليب شايفينه هيك كثير رز شايفين هدول اللي عم بنزل هذا بالوسط خلينا صحن هيك بيعبي لك. انا نمت من ايامتني امبارح فتحت عيوني بدي اكل رز بحليب عملت رجعت نمت. والله ست راسي هو الخيار صعب الخيار عم تعطيني هون يعني جدا صعب يعني صعب تختار واحد منهم. بس للأمانة إذا بدنا نفكر بعقل المليون ريال راح تخلص راح تجيني وأصرفها تخلص ماشي. بس نعنوش ما راح تخلص بدي طعميني أنا مين بده يطبخ لي لا لا عم يخيروني بابا. لو خيروك بين مليون ريال مليون ريال اللي هي مليون درهم نفس الشيء نفس اللاي او ننوش مين بتختار؟ ماما هيك هيك مليون ريال يمكن واحد يمرض يحطها بالمستشفيات لا سمح الله. بس الاكل مليون ريال بتخلص بس الاكل ما بيخلص. طيب بكي خلص الاكل وما بنعمل ما بيخلص الاكل. طيب في النهاية أنا طيبخ أنا كمان بعرف بس يعني لنوش غير. يا ابن الستين وداع فضحنا بطلع على الطاولة بده مين ينزله. يا سيدي الله يذكرك بالخير يا أمي خرجت أجيال من تحت إيدك مشينا على على عديقنا معه. تطلع بالرز من عيوني ما شاء الله. هدي بابا شوي هدي ما شغلتك انا اللي تعبت اكلته قبلي. شوفي هلا هي اذواق بس انه انا بحس يعني حطينا مثلا فانيليا حطينا ايش حطينا كمان مسك دروس حطينا فصار في نكهه كمان الماء الزهر ايش بيصير يعني حسوها هيك عجقت. هي اذواق قلت لكم يعني كل حدا ايش في شغلوا لي اشتريت لي لعيبه جداد قلت لك حارس الصبح شو اشتريت هذيك المره ما جبنا لعبه لما طلعت في عنده انعاب هو والله في منيح العاب والله في العاب منيح في العاب مطارك فاضي قلت اطرح الطياره ناخذ لعبه هلا خذوا هلا ما بدي انا لعبه انا صرت كبير بس عم بدور على اللعبه هذه صرت كبير قلت لي ايه بدي هون الكبر هون يعني طول ما انه طاير ورا سند وعم ترك دوتي ما فيك ما لسه ما كبرت
لازم الواحد يكبر بعقله يا ابني. هلا في عالم بتكبر بصيبة جنون البقر. أنا تنقت لك. والله مو مزح ابني. ما تنقت لك بهي. في عالم بس تكبر بتتحيوان أكثر. والله مو مزح. في عالم بتركز. يعني من ها بدي اياك انا من النوع اللي بيركز. نقوم ماما لعبه تعال.